احنا موجودين في مقر شركة LG علشان نقابل الفائز بمسابقة أبطال LG لشهر يوليو، واللي كانت بتتكلم عن الأفراح وإن الناس بتختار أجازة الصيف علشان تعمل أفراحها فيها. الجايزة الشهر ده كانت جهاز منقي للهواء وتكييف أرت كول. الأخت قررت إن هي تبعت الرسالة علشان تفرح أختها اللي قربت تتجوز وتحاول تساعدها على قد ما تقدر. خلينا نروح ونتعرف على قصتهم. بالصدفة دخلت على بيج الفيسبوك بتاعت LG عشان أشوف أجهزة لفرح سارة، ولقيت بوست المسابقة فاشتركت، بعت الرسالة ليهم، وبعد كده بعدها بكذا يوم هما كلموني وقالوا إنها فزت وكده. هي دايما سند ليا وهي دايما تدعمني على طول، وهي أختي الكبيرة، وكنت عاوزة أرد لها أي حاجة من الحاجات الحلوة اللي هي بتعملها معايا، وإن أنا أقدم لها هدية في جوازها. لما كلموني وقالوا لي ان انا فزت حسيت اني مبسوطه قوي، اتفاجئت وفرحت قوي ان انا فزت وان انا اقدم الهديه دي لساره. اتفاجئت في الاول وبعد كده فرحت، ومفيش احلى من جايزه التكييف في الحر اللي احنا فيه ده. احب اشكر LG علشان الافكار اللي هم بيعملوها حلوه قوي، بيساعدوا الناس ومن فئات مختلفة بأفكار جديدة، بجوائز جديدة ومختلفة ومتنوعة، فدي مبادرة حلوة قوي منهم وشكرا قوي ليهم. في الأول اتفاجئت وما صدقت شوية، وبعد كده فرحت قوي ان هاجر يعني عملت باسم انا الحاجة دي، ولما شفت المسج بتاعتها للبيج بتاعت LG فرحت جدا جدا جدا، خصوصا بان ايه ان احنا مش بنقعد نقول الكلام لبعض كتير يعني. حلو كده، قريت المسج بتاعتها وكانت كلها كلام جميل، وكانت حاجه جميله منها قوي يعني. هي المسابقه فكرتها حلوه جدا، خصوصا بقى لما عرفنا بقيت يعني اللي فازوا قبل كده كانوا مختلفين يعني، مره كانت عن الاب تقريبا، ومره عن حد يعني بيعمل حاجات خيريه كتير، والمرة دي عن العروسة وكده، فهي حاجة كويسة جدا من LG. بالنسبة للتكييف ده حاجة حلوة جدا، هي من الحاجات الإضافية في حاجات البيت وكده، بس هو مفيد جدا جدا يعني، كلنا بنبقى محتاجين تكييف في الصيف. بيور كير حلو جدا وجديد، أنا تقريبا يعني لو ما كنتش شفته في كجايزة وكده تقريبا ما كنتش هشوفه في السوق خالص، دي حاجة جديدة عليا شوية. بشكر هاجر لأنها فكرت فيا وكانت عايزة تبسطني بهدية، وكانت الهدية دي حلوة جدا إن هي فازت بيها وهتساعدني كتير في البيت، وأفضل فاكرة لها طبعا الحاجة دي. فكرة المسابقة حلوة جدا وفرحت ناس كتير يعني، أنا وهاجر فرحنا جدا بيها، وكمان المتسابقين اللي فازوا قبل كده، وإن شاء الله اللي جايين.